السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك الكوتش سعيد البلوشي، كوتش متخصص في التخطيط الاستراتيجي والإنماء المؤسسي. جميل، حضرت معنا برنامج التخطيط الاستراتيجي المبسط مع مستر روبرت برادفورد، رئيس مركز التخطيط الاستراتيجي المبسط في الولايات المتحدة الأمريكية. ايه رأيك في التجربة؟ والله تجربة جميلة جدا، وان شاء الله المرة الجاية لما بي بحاول احضر كورس مرة ثانية. الجميل في كورس روبرت انه عملي وايد، وفي مصفوفة او في تسلسلية عملية في الوصول الى الشكل النهائي للخطة الاستراتيجية. وايضا هو الحلو فيه انه ربط التنفيذ بالتخطيط، فهذا جيد يعني في النموذج. مين في رأيك يحب يحضر البرنامج ده يستفيد منه؟ الرؤساء التنفيذيين، فرق العمل، الناس اللي يعملون في التخطيط الاستراتيجي. الكورس حتى حلو حق الأكاديميين اللي يقدمون التخطيط كعلم نظري بحت. فالحلو في روبرت أنه يجمع بين التنظير وأيضا التطبيق. رائع، ترشح آخرين لحضور البرنامج؟ طبعا وبقوة. ان شاء الله عندكش مانع، ان شاء الله نشارك رأيك ده مع آخرين يستفيدوا منه. نعم تفضل. رائع، شكرا جزيلا وبالتوفيق.